حلقة الليلة راحة للأرواح. سمع، كاين فينا اللي حاليا أو بعض المرات كتظلم الحياة في وجهه، خصوصا لما كدير جميع الأسباب اللي خلقها الله ليك وطلب منك القيام بها، فإذا به هاد الأسباب كتمتانع عليك وما كيبقى عندك حتى شي ملجأ أو حتى شي باب تدقو من غير أنك تلجأ لمسبب الأسباب، تلجأ المولانا. فيد الله دائما ممتدة بالخير للخلق ديالو لينا، وإذا خليناها ومشينا كنطلبوا من ذات الله أنها تعيننا، فهذا ليس بأمر منطقي. قصتنا الليلة غادي نتعلموا درس كبير في محبة الله للخلق دياله، خصوصا محبة الله لرسوله المصطفى، رسول الله اللي استنفد كل سبب ولما ضقت الأسباب أصبح مضطر، والحق سبحانه كيعلمنا أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وهذا الشيء اللي دار رسول الله. ما تفلتوش حلقة الليلة لأنها جد رائعة. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي، كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير واموركم هانيه. سؤال حلقتنا الماضيه كان هو شنو هي الصلاه اللي ما تصلاتش هذه 300 سنه، وتبارك الله على معظمكم اللي قال لي صلاه الفتح. اليوم ما كاين حتى شي سؤال من غير انني غادي نقول لكم ما تنسوش انكم تضغطوا على زر الاعجاب لتحت اللي ما كيكلفكم حتى شي مجهود. ودابا لنبدا. أبو طالب عم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام غادي يموت، اللي كان كيحول ما بينه وما بين الأذى ديال قريش. من بعد مدة بسيطة غادي تموت الزوجة ديالو الحبيبة خديجة رضي الله عنها، اللي كانت كتخفف على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وتنصره بمالها. وما أن فقد سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام هذين النصرين اللي هما عمه والزوجة ديالو، حتى بدات قريش كتزيد في الإيذاء ديالو. وهنا فكر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام باش أنه يخرج للطائف، حيتاش الدعوة ديالو ما تقبلتش في مكة. أبو طالب مات وخديجة ماتت وما لقاش شكون غادي ينصره، فأنه يبلغ الدعوة ديال مولانا والرسالة ديالو، وهنا غادي ينطلق. كان تيقول الوليد بن المغيرة علاش نزل الدين أو الحق أو جبريل أو الرسالة على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وماشي عليه هو أو كبير ثقيف الطائف؟ وهنا أنزل الله تعالى قوله وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال لهم مولانا أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم. مولانا اللي قسم هذه الأمور. وهنا سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام غادي يخطط باش أنه يخرج للطائف، صحراء جبل غادي يضرب 100 كيلومتر على رجلي الشريفتين. في نظركم علاش مركبش في الناقة؟ حيتاش إذا ركبها قريش غادي يتبعوا الآثار ديالو وغادي يفهموا بلي أنه مشى لواحد البلاصة اللي هي بعيدة، ولكن باش يمشي على رجليه هادشي غادي يخليهم يعتقدوا بلي انه غادي لواحد البلاصه قريبه وغادي يرجع. وهو كان غادي يتلاقى بالزعماء ديال الطائف باش يطلب منهم الحمايه، فمادام ابو طالب مات حميوني باش نبلغ هاد الرساله. هو كان غادي غير يجرب الحظ ديالو، لانه كاين احتمال باش انهم يقبلوه يرفضوه، ولكن اذا عرفت قريش بلي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم راه خرج غادي تنوض الفوضى. ولكن المبدا ديال سيدنا محمد هنا كان هو انك تطرق الابواب ودير الاسباب والكمال على مولانا. سيدنا رسول الله مشى بلا ما ياخذ معاه حتى شي واحد من كبار الصحابة بحال أبو بكر أو عمر، دا معاه غير زيد بن حارثة، وكان كيتسمى بزيد بن محمد اللي كان ابن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتبني، كان ابنه بالتبني قبل ما يجي المنع من التبني. فسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام خذا زيد حيتاش ولده وخرج معاه في خريجة اللي هي خاصة، ولكن إذا دا معاه واحد من كبار الصحابة غادي يقولوا قريش بلي أنه هاد الشيء من مورا شي حاجة. سيدنا محمد كان تيخطط وكيشوف لهذا الموضوع بهذا النظرة، وهنا فين غادي يبدأ الأذى ديال حبيبنا وسيدنا محمد. غادي يضرب طرقات وكيلومترات لمدة 4 أيام، وكان في عمره آنذاك تخيلوا 52 سنة، على أساس أنه يحقق هدف بلا ناقة ولا صحابة. لما وصل عليه الصلاة والسلام إلى الطائف غادي يقصد 3 من الإخوة من رؤساء ثقيف، واللي كانت سميتهم عبد يليل ومسعود وحبيب، اللي كانوا أبناء عمرو بن عمير الثقفي. غادي يجلس معهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ودعاهم لمولانا وعرض عليهم الإسلام، وهو يجاوب الأول فيهم أنت هو محمد؟ قال لي نعم. قال ليه ما وجد الله إلا أنت يرسله إلى هذه الأمة؟ هالجواب الأول أو للصدمة الأولى. غادي يمشي رسول الله عند الثاني ويعرض عليه الموضوع، جواب الآخر هل أنت محمد؟ قال لي نعم. قال لي يا إما أنت نبي وتكون أنت أرفع من أنك تتكلم معنا، أو لا تكون كذاب فنحن أرفع من أننا نكلمك ونجاوبك. ها الصدمة الثانية، سيدنا رسول الله غادي يلتفت للثالث اللي غادي يقول ليه والله لو رأيتك متعلق في أستار الكعبة وكتقسم باللي أنك نبي الله ما غاديش نصدقوك. سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام تصدم من ردة الفعل ديالهم، وهو يقول لهم مادام ما قبلتوش أنكم تحميوني راني بغيت منكم واحد الأمر،
قالوا لي شنو هو؟ قال ليهم ما تقولوش القريش باللي طلبت منكم الحماية من أجل أنني نشر الدعوة. قالوا ليه هذه هي أول حاجة اللي غادي نديرو، عيطوا على واحد وقالوا ليه سير فلان على العود ديالك وما توقفش إلا عند قريش وقول لهم بلي أنه محمد راه عندنا وبغانا أننا نحميوه باش يوقف في وجهكم. قال لهم سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام الله يعيني على ما ذكرتم ولكن خليوني نرجع في حالي. قالوا ليه لا وما غاديش تخرج سالم، تخيلوا غادي يعيطوا على سفهاء الطائف وولادهم وغادي يوقفوا زوج ديال صفوفة ضد سيدنا محمد وغادي يهزوا الحجارة ويضربوه ويبداو كيعيروه يا حبيبي يا رسول الله. غيخرج سيدنا محمد أطهر رجل اللي مشى فوق الأرض وزيد بن حارثة سيقول ولا تنشوف السفهاء المجانين كيضربوا النبي بالحجر وكيلوحوا عليه حتى النعال ديالهم وكيقولوا ليه أبشع الكلام، تيقول وأنا نحط نفسي على النبي باش نحميه من الضرب وكيجي فيه الحجر وكيسيل مني الدم اللي كيسيل على رسول الله. سيدنا رسول الله تيجري وغادي تجرح رجليه الشريفتين وغادي يخرج منهم الدم وهو في عمره 52 سنة. تيقول زيد فتمنيت شيئا نستظل بظله أو لا شي مكان نمشي وليه، ماشي خوفا على نفسي ولكن خوفا على حبيبي صلى الله عليه وسلم. تيقول لقينا بستان يدخل فيه الحبيب وجلس وإذا بالدماء كتنزل من رجليه الشريفتين وبديت كنمسح لي الدم وهو يوقف بين قوسين. واحد النهار تيقول سيدتنا عائشة لما سولته يا رسول الله أي الأيام كانت شديدة عليك؟ قال لها يوم كنت في الطائف في قرن الثعالب لقد همت على وجهي زعما كنمشي. نرجع للقصة ديالنا، فشوقف الحبيب ويهز يديه وكان صحابي زيد باللي أنه غادي يدعي عليهم بالهلاك أو لا بالهدم أو لا الغرق أو لا أي حاجة على ذاك الشي اللي صرفوا فيه من شر. فإذا به يناجي ربه وتيقول اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، يا رب إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني زعما على هذوك ديال أهل الطائف أم إلى عدو ملكته أمري على أهل مكة؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك. تخيلوا سيدنا رسول الله تقول يا ربي راني خايف ليكون هالشي اللي وقع لي عقابا منك ولا غضب أو يحل علي سخطك، يا رب لك العتبة زعما الاعتذار حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. وهنا كان دعاء عبد ضائع إلى ربه يؤمن تمام الإيمان باللي النصرة ديالو كان عند مولانا. في هذا الموقف بدا كيناجي رسولنا الحبيب ربه وهو يجلس وبدا تيبكي. غادي يدخل عليه واحد الطفل لا من الطائف ولا من جزيرة العرب ولكن كان من العراق سميتو العباس اللي كان تيخدم مولين هذوك البستان، ومول هذاك البستان كان صاحبه وهو عتبة وشيبة بن ربيعة. شافوا في حال النبي وقالوا لذاك العباس خذ يا عباس هاد العنب وديه لمحمد. جا العباس الطفل الصغير عند محمد عليه الصلاة والسلام ولما شافوا سيدنا محمد بغى يجروا الإسلام خدم منه العنب وقال بسم الله وكلا منه. قال لي العباس اش هاد الكلام؟ ما عمرني ما سمعتو فيما كانوا قبلك، زعما عمرنا ما سمعنا عند اهل الطائف وهما تياكلوا. التفت الحبيب وشاف فيه ويقول هذا الكلام علمني اياه ربي، من انت؟ قال ليه انا العباس. قال ليه من اي البلاد؟ قال ليه من ديك البلاد اللي وصفها، ثم انها بلد اخي يونس عليه السلام. التفت هذا الغلام رسول الله عليه الصلاه والسلام وقال ليه واش كتعرف يونس؟ قال ليه نعم انه نبي وانا نبي. فخر الغلام، غادي ينزل على الارض داك الغلام كيبوس يدي الحبيب ورجليه الشريفتين. سيدنا محمد كيبعدو باش ما يبوسهمش ليه وقال اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. وكان الله تيقول لمحمد يا محمد جيتي عند ساده وجيتي عند زعماء قريش ولكن الله كتب ليك باش انه يسلم على يديك هذا الغلام الخادم العبد. جيتي يا محمد لعند المعاندون ولكن غادي نطيبوا بخاطرك بهذا الغلام. غادي يوقف سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام فاذا بجبريل غادي ينزل عليه، ولكن هذه المره ماشي بحال المرات اللي فايتين، هذه المره غادي ينزل مع جبريل ملك اخر. اول مره سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام غادي يشوف ملك من غير جبريل، غيسلم على رسول الله وقال ليه يا محمد ان هذا ملك الجبال ارسله الله معي. التفت النبي اليه وسلم ملك الجبال على النبي وقال ليه يا محمد ان الله بعثني وقال إن أمرك محمد أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. والأخشبان اللي هما جبل مكة أبو قبيس اللي كيقابلوا قعقعان، نتمنى أنني نطقتها مزيان، ومعناها يسد عليهم الجبلين. تخيلوا جواب رسول الله شنو كان؟ لا
لعل الله يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإذا برسول الله غادي يمشي، ولما اقترب من مكة وقف باش يصلي قيام الليل بلا ما نساو أن رجليه كانوا مجروحين، لما كبر وبدا يقرأ في القرآن ربي غادي يصيفط ليه جن اللي غادي يسمعوا الكلام ديالو واللي غادي يأمنوا به، ولأول مرة غادي يعرف رسول الله لأن الرسالة ديالو للإنس وللجن بدون استثناء. الجن غادي يسمعوا القرآن ومشوا لعند القوم ديالهم وقالوا لهم وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. فهاد الرحلة ديال سيدنا رسول الله شاف كائنات وتلقى بأمور أول مرة كدوز عليه، أول مرة كيجيو الجن وكيسمعوا ليه وكيآمنوا بالرسالة ديالو، أول مرة غادي يشوف ملك من غير جبريل واللي كان ملك الجبال، وغادي يأمن هذاك الغلام بالدعوة ديالو. مولانا سخر هاد الأمور كلها للحبيب باش يخفف عليه شنو وقع ليه، وكأنه تيقول ليه مولانا أنه النصر يجي من عندي، أنا رب العالمين، أنت دير لي عليك أخلق الأسباب، والهدي هو الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وفي هذه الآية قال لك علاش ما كانتش ويرزقه الله من حيث يحتسب، حيتاش ببساطة مولانا إذا رزقك من حيث لا تحتسب غتعرف بلي أنت كعبد الرزاق هو الله ومصرف الأمور هو الله. العوض اللي غادي يعوض مولانا سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام كان عوض كبير، فهذاك الجو النفسي اللي استوجب من رسول الله أنه يتضرع لمولانا من بعدها كان جواب من السماء أن الله يعزي رسوله وحبيبه ومصطفاه عن جفوة الأرض بجفاوة السماء وينسب أهل السماء. لين بعدها غادي يجي حدث الإسراء والمعراج، قوة وشحنة وطاقة جديدة باش يقبل رسول الله عليه الصلاة والسلام على منهج الدعوة واثقا باللي الوصل ديالو دائما من السماء، مولانا سيسري به إلى السماء. كأن مولانا تيقول يا محمد مادام أهل الأرض ترضوك وما عرفوش القيمة ديالك ولا القيمة ديال الرسالة اللي جبتي ليهم، المقام ديالك الفوق، مقامك عالي عندنا. سيدنا رسول الله من بعد الأحداث اللي وقعوا ليه غادي يرجع لمكة بنفسية اللي هي عالية وثقة كبيرة. ما ودعك ربك وما قال، مولانا ما خلاكش يا محمد لا في بداية حياتك، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، إذا احنا معك يا محمد إلى آخر المطاف. سيدنا رسول الله وصل حدا حدود مكة ويوقف، قريش عرفت بلي رسول الله كان عند الطائف ودابا ما كاين لا حماية لا والو، وقف كيشوف حدود مكة وقال زيد لرسول الله كيفاش غادي ندخلوا عليهم. سمعوا شنو قال لي سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام قمة الأمل في عز الأزمات والآلام، قال ليه يا زيد إن الله سيجعل لما ترى فرجا ومخرجا، وإن الله ناصر دينه، وإن الله معز نبيه. سير يا زيد ادخل عند فلان من القبيلة الفلانية وعرض عليهم باش أنهم يحميوني ورجع ليا. مشى عند سهيل بن عمر ودخل زيد عليه وقال ليه راه محمد عند الحدود واش يدخل ولا لا، ولكن راه بغى الحماية ديالك من قريش. قال ليه لا أنا ما غاديش نحميه، توكل على الله. غادي يرجع زيد عند رسول الله وقال لي راه رفض. من جديد غادي يقول لي رسول الله سير القبيلة الفلانية وحتى هم رفضوه، ومن بعد غادي يمشي للقبيلة الثالثة واللي كان الزعيم ديالها هو مطعم بن عدي، وقال ليه زيد راه محمد بغى الحماية ديالك. قال ليه انا غنحميه فليدخل. قال ليهم قوموا يا ابنائي، وجاب معاه الرجال ولبسوا الحماية ووقفوا في مدخل مكة وحموا محمد والابن ديالو اللي هو زيد ابن ديالو قبل ما يكون منع التبني. دخل الحبيب وتيحميه مطعم بن عدي من التهديد، ولكن في المفروض أنه يمشي لدارو باش يجلس، ولكن النبي قال نبي المطعم إني أريد أن أذهب إلى مكة. قال لي علاش؟ قال لي رسول الله بغيت نصلي ونطوف. وغادي يدخل الحبيب بإصرار وثبات. لما شافوه حاميه مطعم مولاده واقفين جل عنده أبو جهل، قال ليه اتبعت أم أجرت؟ زعما واش جبتي محمد تحت الحماية ديالك ولا تبعتيه في الإسلام؟ قال ليه لا لم أتبع، ولكن أجرته وحميته. وأخيرا الدرس من حلقتنا الليلة، لا تبحث من غير الله إذا اتصابت بأي مصيبة في الحياة، ولو تجمعت عليك هموم الدنيا والدين، ولو تجمع عليك العالم باش يأذيك، ولو تخلى عليك أي واحد، ما تنساش أنه مولانا تيقول واصبر لحكمك فإنك بأعيننا، وهذا معناه أنه مولانا معاك، مولانا معانا مع كل واحد اللي عنده حسن الظن والثقة بالله
أنه غادي يحقق لي المراد ديالو. إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. سلام سلام.